جمعية نشر الثقافة الرقمية بولاية صفاقس لدي سي ان اس، هي جمعية نشأت تقريبا من 2005. الأهداف نتاعها بالطبيعة هي تنمية كل ما هو تقنيات حديثة ونشرها على مستوى ولاية صفاقس وغيرها من الولايات بالطبيعة، مع الجمعيات خاصة اللي تعمل في نفس تقريبا الاختصاص. بقينا بالنسبة للاختصاصات الهامة واللي تدعم فيها جمعية نشر الثقافة الرقمية هي تكوين مكونين خاصة في مجال التقنيات الحديثة، وكل ما هو يعني تكوين إشهادي يفضي إلى شهادة عالمية معترف بها. العديد من الشهادات في الحقيقة تعمل عليها الجمعية حاليا، منها البي البرمجيات الحرة، كذلك سيسكو في مجال الشبكات الإعلامية والحماية، كذلك كل ما هو سوفت سكيلز يعني تنمية القدرات، قدرات التواصل بالنسبة للجمعيات وبالنسبة للمكونين في الجمعيات هذه. سي محمد بالحاج، انتم قلتوا لنا اللي فو اوفري ان سيرفيس انكم تعملوا دي سيت ويب غراتوي بور لي اسوسياسيون تونيزيان، اسكو تنجم تحكي لنا اكثر على السيرفيس هذاك فو اوفري؟ بالضبط، العمليه هذه بديناها في الحقيقه مده 3 سنوات توا على مستوى ولايه صفاقس وحتى الولايات المجاوره. كل جمعيه، وهذا خلينا حتى على موقع الويب تاعنا، كل جمعيه ترغب في انشاء موقع ويب خاص بها. جمعيتنا بالطبيعه تاخذ المهمه هذه على عاتقها و تعمل الموقع الويب هذايا وكذلك ايواءه بصفه مجانيه، وبالطبيعه ما يقفش العمل نتاعنا حد يعني الموقع وايواءه، ولكن نعمل كذلك على تحيين الموقع بصفه دائمه. يعطيك الصحه سي محمد، شكرا.